عناصر الساندويتش بقت جاهزه. تيجوا نركب اول واحد. تعالوا هناخد المايونيز اللي عملناه مع بعض، ندهن مايونيز. عندي هنا خس، هاتوا ناخد الخس. عندي الخس، يا سلام لو نوصل مرحله نزرع كمان في بيوتنا الورقيات والخضروات دي زي زمان. وعندنا هناخد الجبنه، هنتعلم مع بعض كمان ازاي نعمل الجبنه. خلوني بس احط ده الطبق هنا ونقطع الجبنه قطع اصغر. اين السكينه؟ هاتوا ناخد سكينه نقطع الجبنه ونحط لانشون. هاتوا ناخد اللانشون اللي احنا عاملينه. بقول لكم ساندويتش بيتي بيتي 100%. نحط اللانشون اللي احنا عاملينه ونحط طبقة مايونيز ثانية فوق كده. عارفين شعوري وانا بحط المايونيز اللي احنا عاملينه مع بعض والعيش في الفينو اللي احنا عاملينه واللانشون؟ حقيقي شعور بسموه ليبريتنج، محرر كده. تعلمناه وقت الكورونا، عرفنا يعني ايه الواحد يتعلم يعمل الحاجات دي وقت اللزوم لنفسه. عندنا الساندويتش البيتي ده كله عمايل ايدينا وكله عملناه مع بعض في الحلقة.